صحيح من الغالب. بعد تمشي الاخبار الكورونا معنا وين هربين منهم ما خمدوا اخبار ما يفرحش. هو زيد مالوغوزمون صار البارح في شارع الحبيب بورقيبه شاب في 30 من عمره اضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبه, حرق روحه. واضح الناطق الرسمي باسم الحمايه الميدانيه اللي الشاب أصيب بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسد وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الحروق البليغة ببنعروس باش يتلقى الإسعافات اللازمة. الشاب من أصحاب الشهائد العليا أقدم على أضرام النار بجسده بسبب مطالب اجتماعية. علي نحبوش احنا توصل الحالة لهكا. يعني شفنا عديد المحاولات يعني في تونس من منذ الثورة لتوا, مئات كان مش آلاف, وأنا غلط معناتها شفنا برشا محاولات ناس ما تضرب النار في جسدها في مختلف أنحاء الجمهورية. وشوف راهو نحكي عموما تويكا راهو هي نتيجة نتاع إحباط ونتاع يأس, وما نحبوهاش احنا توصل لغادي. ديما نقولوا الأمل الموجود, ديما نقولوا للناس معناتها تسعى وعلاش ليه ما توصل اللي تحب عليه نهار, لكن اليأس والإحباط راه عمره ما كان حل. وإنك أنت توصل تعمل هكاكا في روحك وتشوي معناتها الناس اللي قراب لك والعزيز عليك راهو ما يجيش بيأس عندي انا بالطبيعة ان شاء الله ما يصلح حتى حد. ان شاء الله ربي يشفيه ويراجع لعائلته ويراجع حساباته مرة جاية. وين نتفهم اصحاب الشيء, مش نتفهم كي انتحروا, نتفهم قهرتهم كي تبدا واحد قرا بعد ما لقاش خدمه ولا يقعد بطاله تقعد ظروفه الاجتماعيه اليوم غير قادر على اي حاجه خاطر ما عندوش فلوس. دونك ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله الدوله تنظر لهم بعين الرحمه. هذه مطالب عندها سنوات. وي مطالب عندها برشا مطالب, معناها كي تجي تشوف مروه العمليه هذه معناها انتحار, محاوله انتحار. كنشوفوا قداش من محاوله انتحار صارت في السنوات الاخرى, يظهر لي العدد كبير وكبير برشا وبريسك نفس السبب, معناها كلها مطالب اجتماعيه, مطالب تشغيل, مطالب عيش كريم, مطالب الثوره اللي طلبتها الشباب في الثوره وشافوها ما تحققتش تويكا. بون ماهوش معناها راهو نبروا في اللي عملوا, راهو انا واحد من الناس نقول ربي يشفيه ساعه والحاجه, ما راني ضد انه صحيح اليأس يوصل بيك لحاجات اقوى من هكا. اما زاد خمم في الناس اللي تحبك, خمم في والديك, خمم في الناس اللي دايرين بيك, معناها ان شاء الله ربي يقومه سالم هو ويروح لعائلته كما قلت انت مروه, يعاود يراجع حساباته. وزاد ان شاء الله الدوله تلقى لهم الحلول للشباب العاطل على العمل سورتو اصحاب الشهادة العليا, معناها ان شاء الله يقوموا سعر لاباس. هذه اكثر حاجه نتمناها انه يقوم لاباس لعائلته. ان شاء الله يقوم لاباس لعائلته. ان شاء الله تفصل كي تحرق روحك ولا مش بدل شيء, معناتها مش يقوم شقه روحه اليوم ولا عنده منصب محترم في الدوله ولا خدم ولا كون ولا عمل دار ولا عمل كهرباء. دونك ما يبدل شيء, ذولي لازمنا نغزروا للاشياء من جهه اخرى. وان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يرجعوا لعائلته شوي اخر. نمشيوا لاخر مسجلات الوضع الوبائي واخر القرارات في تونس. سمعتوا سويت البوب وراجعين, خليكم برانشي معنا. L'université IAE Tunis, avec ses partenaires en France, ouvre ses inscriptions et vous permet de préparer des doubles diplômes de licence, master, ainsi que des MBA, un doctorat et un diplôme d'expertise comptable de l'État français. Infoline 25 526 626. 25 526 626. L'IAE Tunis, la formation universitaire d'excellence pour un avenir certain. Silence ! Ça tourne ! هبط الابليكاسيون اي اكسيون. تفرج في فيلم تحفون وين ما تكون. كوبي اعطيني سبوت. اورانج توفر لك لو بوكي او اس ان باش تتفرج في اقوى الافلام والمسلسلات العالميه والعربيه. تيليشارجي لابليكاسيون وتمتع باكسي اكسكلوزيف ل 19 شين وانتاجات حصريه كيما اتش بي او ديزني على التلفزه ولا التليفون. الاشتراك الاسبوعي ب 5 دينارات والاشتراك الشهري ب 16 دينار كهو. معاك في اللي تحبه. S-Mode, première école en Tunisie et au monde. Votre passeport vous mettra dans l'univers de la mode Melbeble Kbir. Les inscriptions pour la rentrée 2020-2021 sont ouvertes. مرحبا بكم باش تعرفوا كل شيء على القرايه والدبلومات. للتسجيل كلمونا في S-Mode تونس على 71 783 811 والا S-Mode سوسة على 73 211 730. ترانكيلا
كيلا كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 ل 8 مع مروة علي وأمين على راديو ميك. رجعنا لكم في تنكيلة ومكملين مع الصحيحة من الغالة، نشوفوا شو ما الأخبار صحيحة هيدارت وشو ما الغالتين زيدا. حالته في ثانية بكورونا، مصاب في جرجيس، نحكي مصاب من ذوي الاحتياجات الخصوصية، لم يجد سرير انعاش بالمستشفى. الأخبار هذا يدار برشا صحيح ولا غلط؟ صحيح وي، خطر على كثرتهم هم لما حال الأسرة الانعاش في تونس ما مش برشا، دونك راهو مع الأسف هذا اللي كنا خايفين منه، كي تكثر الإصابات لا قدر الله مش ولي ثم برسنتاج كبير من صغير، خلينا نقوله سيدي مش كبير، برسنتاج منهم مش يطلبوا أسرة الإنعاش، كي يمشيوا للسبيطارات مع الأسف مش باش يلقاو، معناتها هذا الخطر الكبير اللي مازلنا خايفين منه، يعني لا قدر الله تزيد تكثر أكثر تكثر بليتول الإصابات، يعني بعد راهو نوصلوا في مشكلة كبيرة، معناتها في تونس تمرض ما تلقاش راهو سرير إنعاش. هذا كنا باش نعطيك مين كنا كنت نتذكر مين كنا حكينا أول ما بدا الوباء في تونس، قلنا تصور الله لا يقدر نوصلوا الاستاذ اللي ما مسحقين اليوم سرت انعاش وما لقاوش وصلنا له، الخاطر هذه مش اول حاله، الله يرحمه ساوي ونعمه ويصبر عائلته، لكن ما لغز ما وصلنا الاستاذ اللي قلنا الله لا يوصلنا لي. بون وصلنا الاستاذ اللي وصلت له ايطاليا ايطاليا في وقت إيطاليا من الاوقات، فرنسا زاد وصلت، وصلت انك تختار شكون تعيش وتختار شكون معناها تولي بالاختيار، معناها انت والحاله معناها نتاع نتاع شخص وصلوا هكاك كيما فماش اسر باللي كان معناها الاكثر خطوره هو اللي عنده لولويه، ومن بعد ان شاء الله نحن في تونس حتى اون كاو معناها مش معناها باش نزيدوا 95 سرير اللي في المستشفى الميداني، مش على الاسره معناها قد ما باش نزيدوا اسره كل ما باش تزيد الحالات النجم ونهار ما نخلطوش رانا على معناها قداش ماهيش باش تجي معادله صحيحه بالطبيعه، من با 100 سرير من با 100 سرير ما تصورش انا 100 سرير باش في 6000 ولا قريب 7000 حاله في تونس باش يبدلوا حاجه من 7000 وموافه من 500 يلزمهم انعاش، معناها كال 500 ذوك وانت عندك 100 ل 400 باش تعمل فيهم، دونك باش تتلز انك تحط الاكثر خطوره الاول والثاني والثالث، معناها باش نوصلوا بالتخية هذي اللي كنا هذي اللي صار في ايطاليا، الله لا يقدر الله لا يقدر، معناها ليه هذي هنا وصلنا، معناها الراجل ما لقاش السرير تاع النعاش توفى، معناها هكا ومعناها ربي يرحمه. ليه نسمع في سامحني امين في طبيب في فالنسيا شنو الاذاعه قال راهو خسرنا برشا ارواح بخلاف الكورونا في بريد التعديل تاع الكورونا، علاش؟ على خط نقصنا من أسرة الإنعاش وخصناها الكورونا، فما حالات تتلازوا إنهم يخرجوا من الإنعاش وتوفيوا. هذا مش كلامي أنا، كلام طبيب مختص في إحدى الإذاعات والله نسيت شنية، متى شوف اليوم فرشات الإنعاش بربي نرجع ونقولها، شو تتذر من دولة اليوم فيها 12 مليون عاملة في الجمهورية كاملة سنوات كاملة وإحنا نبنيه في الصحة وقطاع الصحة وغيره، عاملة 300 فرش إنعاش ماكسيمم، معناتها شو تنتظر من دولة كيما هكا ما تيوا اون طون نورمال ما غير وباء اسكولوجيك، اليوم 12 مليون فما 300 واش فرش انعاش ماهيش لوجيك حتى في يا اخي راحي الكورونا قديم الحاله تمشي لاي مستشفى من المستشفيات نتاعنا وتعمل نداء هوني في الاذاعه تحب فرش انعاش ما لقاتش، انتم تعرفوا مستشفى تاع المعمور قد فيهم فرش انعاش، حاجه تضحك حاجه تضحك. اليوم مراجعه البنيه التحتيه و للصحه نتاعنا وللمؤسسه نتاع العموميه، انا نحكي سورتو للصحه يظهر لي وقايت هو ما خرم ما يسالش وقايت به، نمشيو للسيدي بوزيد قرار جديد قاعد يدور زاده والناس تتسائل قرار يقول منع انتساب السوق الاسبوعيه، سحب الكراسي من المقاهي والمطاعم ومنع اقامه الاعراس بسبب كورونا. اي وي صحيح، شوف القرارات هذه راه ديجا مش معمى 100% على تونس لكن في عديد المناطق محلية القرارات اي في عديد المناطق موجودة، بون هذا قرار جهوي سيدي بوزيد كل كولاية يعني القرار هذا 18 اصابة في تسجل سيدي بوزيد مؤخرا جديدة نحكي لك باغري، فما دونك خذوا القرار هذا اي قرارات، هاني قلت لك على اللجان الجهوية المجابهة للكوارث تشوف حسب الوضع الوبائي بالجهة وتتخذ القرارات، وعلى الناس لازم تطبق القرارات هذه صحيح، هذه النقطة العرس خلص صحيح، هذه هي النقطة المهمة توالي الناس يلزمها تطبق، يلزمها تطبق باش نخرجوا منها، خاطر اليوم كان بلدية ولا ولاية ولا حتى حكومة تعمل قرار وإحنا ما نطبقوش كيسكو سافا شونجي شنو باش يبدل؟ وي يلزمنا نطبقوا القرارات، وأنا والله نبقى باهت أنه يلزمنا نطبقوا القرارات، يدي نورمالمون من غير قرارات نطبقوا أحد معناها تصور أنت مثلا عرس ولا ما نعرفش، عرس ما فيه ريسك باش تمشي البلاصة معبية فيها ريسك،
معنى انت ماشي للريسك وبعديك تقول شباب معقمتي عندهم الحق تويكتي. انا مع الردع زاده في الحكايه هذه مش تطبيق بركه معنى قرارات. تم تحرير محاضر هو في عديد ردع بطريقه معناها كبيره برشا, مش عقوبه, ما نعرف عقوبات كبيره خاطر هذايا راهو شنو معناها. انت كي تبدا مريض ولا عندك اعراض والا تمشي لبلاصه معبيه تي ريسكي باش ملي كانوا زوج يوليو 1000 معناها. انت زوج من الناس ينجموا في نهارين يردوها 1000 معناها الحكايه كل معناها. انا نبقى بيت في العباد اللي معناها يقول لك والله يعطيها الصحه همها واليوم هبطونا قراراتي من هبطوا من غير ما يهبطوا لي قرار. انا وحدي في وحدي نعمل قراراتي وحدي معناها. ما نمشيش في العروسات, ما نمشيش الاماكن المعبيه, ما نطبق وحدي قرارات. كان انا خايف على روحي كان انا ما يهمنيش وقتها عندهم الحق يهبطوا لي قرارات ويزول القرارات هذه هابطة للناس اللي ماهيش واعي وما عينهاش. بيان سور كان جينا على عباد ملتزمين راهم فماش قرارات هابطوا نشر العوده المدرسيه اللي مازلنا اخر نهار اليوم غدوه فات اليوم في العوده المدرسية. دونك طالبنا وخرج البروتوكول الصحي لخصوصية المؤسسات كل طبقوا باش نجموا نأمنوا العودة المدرسية. لك فما عديد مخالفات وكنا حكينا عليها لنا وصلنا حتى نداءات. اليوم تم إيقاف دروس بمعهد برج السدرية بسبب إخلالات في تطبيق البروتوكول الصحي, وذلك قررته النقابة الأساسية لتعليم الثانوي حمام الشط برج السدرية الإيقاف الوقتي للدروس بمعهد الثانوي برج السدرية البارح على خلفية وجود إخلالات وصفتها بالفادحة في تطبيق البروتوكول الصحي, إضافة إلى وجود زوج حالات ضمن التلاميذ يشتبه في مخالطتها لحالات حاملة لفيروس كورونا. في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك انفاق الهيكل النقابي مراج من أخبار حول إيقاف العمل بمعهد برج السدرية لمدة 3 أيام. أي هو قرار نقابي مش قرار سولات. أي نقابي. يعني السولات شافت إنه بلوتو النقابة شافت انه مش قادرين معناتها يطبقوا في الاجراءات الصحيه كما يلزم, خافوا خذوا القرار نتاع الايقاف. شوف راهو ديما نقول انا القرارات والاجراءات الصحيه راهو مسؤوليه مشتركه, ما نجمش طرف ينفذ وطرف لا. معناتها تبداو هما 4 أطراف متداخله, اذا 3 يطبقوا وواحد لا راهو الواحد هذاك يطيح كل شيء في الماء. يعني يلزم الكل الاطراف الكل تكون واعيه وتطبق القرارات وما نوصلوش انه نسكروا مدارسنا ومعهدنا. معناتها احنا موجود البروتوكول جوست ما يطبق بشكل صحيح وتمشي الامور عادي. امبارح كنت عطيت ورقه سفره لوزاره التربيه ووزاره الصحه زاد حول البروتوكول الصحي, وذي سيناريو انا متوقعته اكيد كنا متوقعين باش تم تسجيل حالات ومخالفات. هو نقابه وصلتها بالفاتحه راهو معناتها سافواغ شنو هذا باش نسوي شيء فاتحه معناها بريسك زولي لفما جيل لفما دي صحيح. طيب ما تبقالت فاتحه في فاتحه معناها حاجه تخوف على كل اللي نحكيو فيه مروه نحن من قبل, لانه ربي يستر كيما حلينا الحدود تحملنا مسؤوليتنا رجعنا القرايه تحملوا مسؤوليتنا. دونك في الحالات الكل لازمنا نتحملوا المسؤوليه معناها خاطر صيت او مادام ما عادش عندنا الحق نسكروا البلاد دونك نتحملوا مسؤوليتنا في كل شيء معناها سواء في حلين في العودة المدرسية سواء في خسارة بوليميك ترجع القراية ما ترجع في الأخر رجعت القراية في وقتها أو في ظرف من باو أسبوع بدينا نشوفه في إخلالات ونشوفه في تسكير ونشوفه في غيره. دونك كان في أسبوع الأول نسمعه في الحالات هذية الشيء ممكن أنا البارح ممكن كنت متفائل قلت ممكن الحاجات الباهية أكثر من الخايبة, أما كي تجي تشوف الوقت يظهر لي تولي هكي الخايبة أكثر من الباهي. خاطر كان في ظرف أسبوع سمعنا ببرشة حاجات وسمعنا بأولياء متذمرين برشة من اللي صاير وسمعنا الإخلالات هذية من في برسدرية وسمعنا ممكن هذه برسدرية عينة من برشة معناها معاهد ولا مدارس أخرين. دونك ربي يقدر الخير وهذه اللي يلزمنا نتعايشوا معاها خاطر سيت ورجعت القراية نتعايشوا معاها ينبطلوا القراية حاجة من الاثنين بطلوا القراية ما نجموش دونك نتعايشوا معاها. سينا الاخبار اللي فرح انفاقي لكم اخبار اللي فرح بالحق. بعد قديش اسابيع لاش غلط صحيح من الغلط لاش غلط ها يا سيدي شوفوا لنا صحيح ولا غلط. لقاح تونسي ضد كورونا سيكون جاهز في نوفمبر. اي صحيح صحيح نعطيكم تفاصيل بعد نعطيكم التعليق. دونك اكدت ما تنفسر شو معناتها اللقاح موجود في نوفمبر. مصادر من معهد باستور اكدت ما ذكرته جريده الشروق في عددها الصادر اليوم اللي لقاح تونسي يعمل عليه عدد من الخبراء التونسيين قد يكون جاهز بحلول شهر نوفمبر المقبل لتنطلق فيما بعد التجارب الطبيه عليه. مش حاضر معناتها باش تلقح بعد خاطر فما المرحله انت تاخذ حتى عام ولا اكثر من عام وانت تجرب معناتها وبعد اسكو تطلع ناجح ولا لا. هو معناتها فاكسان
مصل معناتها شيء يحضر ومن بعد يبداوا التجار مشان ربي يجيب في السويب علاش لا تقولوش لامريكا دول تفكون ان شاء الله ولا ما تبينا لقاح لقاح محلي صنع هاكا منا فين نضمنوا اللي عنا جرعات كافيه والناس الكل باش تلقح وش خاص مش خاص عند ربي مش بعيد والله مش خاص وانا والله خساره كان جيت الحيوانات ما تمرضش بالكورونا الخبر اللي بعده ولا كاينك حد خاطر ما كانت تمرض تولي تسهل عملية حتى على الخبراء يعني ينجموا يجربوا في يعني ما نعرفوا نحن كالتجارب تصير في الحيوانات ممكن كانت نجم تصير أما نحن بالنسبة اللقاح البرا في, في, في أمريكا في روسيا على على عبد مش على عبد على طفلة على في روسيا بعد ذاك من ملول بيصفك باش تجرب على اي ما نعرفش في كاس ولا معناها تو مازلنا خاطر روسيا من نهار اللي سمعنا به الاخبار ما عادش سمعنا لا لا قعدت خرجت خرجت روسيا هي في بلادها وخرجت البلدان تابعتها معناتها كيما بيلاروسيا كيما اتحاد السوفيتي قال باش نجربوا انا اللي حاب ياخذها ياخذها سينو انا باش نلقح به لكن ما استعرفتش به منظمه الصحه العالميه والدول الاخرين الكبار هذيك لعبه اخرى علي لا لا العظمى هي لعبه سياسيه بقينا لكن علاش لا في تونس معناتها ما نحبش روسيا كي نمشيو روسيا نلقحوها شنو كيمشي الروسي تعم فاكسان معناتها ولا لا هو ما سافوار قانون بلادهم شنو يقول معناتها مش سافوار اما نحكيو على هنا علاش علاش لا معناتها ما يكونش في تونس ما انا ما نحبش تقزيم ديما معناتها ديما نعطي ثقه في انا في تونس بالعكس نعطي ثقه في تونس ممكن في الحكايه في, 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 في امور الطب و اكثر من عندنا كفاءات تبارك الله وخاصه في باستور عندنا تبارك الله معناتها كفاءات عملت لها في علاش لا ما تونس كي يخرج في نوفمبر وتصير التجارب على بون تاخذ شويه وقت التجارب لما حال ما ان شاء الله علاش ليه ما يكونش فعال ونجح شنو حتى ما نصدروش البرا يا خويا شنو امنيتكم امنيت عالم كامل ليه امنيتك نلقاو لقاح معناها امنيت عالم كامل ليه حتى وكان كيما روسيا خاطر اللي هو مسج تخرج تقول لك ما تعرفش بيه فراو فرعبه كبيره ما تفهم من امريكا فما اللي نحن ما تعرفش احنا نلقحوا بيه خويا ما نسنيحنا في الجزيره ولا نيشو نعطيو صحيح ولا نعطيو المغرب جماعه مصر وليبيا كان جماعه من برا يحبوا ياخذوا جماعتنا جماعتنا ديما معنا معنا في القهوه ذوك من مصر الجزائر المغرب شكون اخر يحب ان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد سينو اخر اخبار انت سالت مين قلت الحيوانات يمرضوا بالكوفيد ولا لا الأردن يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا لكلب. ما نجمش نعرف أنا صحيح ولا غلط. هو خلي على إيه ممكن صحيح تعلموا في الأردن إيه. أما أنا تشوف راو ما نعرفش مع في الحيوانات ما نعرفش أشك في ذلك كثيرا معناتها. حتى أنا نشك خاطر هو نوع من أنواع الجريب يا أخي جرب هو الحيوان. جرب ما شوفه محنتي يجرب قطوستي مرضت وخليت الدواء اللي ياخذوا الإنسان راه. فيرفيك ولا نجم من غير ما تسمي ما دواء أنتيبيوتيك ياخذوا الإنسان شرف فيها بيان سور عطاها للطبيب مش والله ما في أذى ما نعرفهاش نعرف في بال الحيوانات زرارق برك يستعمل. لا 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 نشرب فيها في الدواء اللي نشربوه احنا راه. هذا اللي عن تعليم وزارة الصحة الأردنية اللي هي تدرس في كيفية التعامل مع توفيت. نظر لي ما كنت دويلة والله حتى أنا كلمت فيتيريني قلت أني في سمحتك وزرقة زريقة أنت فانتيز مش دوي ذيك جاء فيروس كوي دويلة نسبه فينا نزلت عليه ظل بالدوية مش أنا جاي طبيب للدار وزرق لها وعطاها الدوية ذيك أعطاها هو هكا ليه هو أعطاها مش أعطيها الدوية حدا مسؤوليته أي صحيح هو يتحمل في مسؤوليته كل يوم نبعث له دعوة خير في الفيسبوك دونك وزارة الصحة الأردنية عنت هي تدرس كيفية التعامل مع أول إصابة بفيروس كورونا لكلب يعود لأحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية شمالي البلاد يعتزم صاحب الكلب ذا ترحيله بالطائرة إلى زوجته فاكتشفوا إصابته بكورونا ربيش فيه معناها هوني فما بوسيبيليتي على وان بلوس فرنسا كانت عنت على اصابه او القط نتذكر قطوس بالكورونا مش فرنسا كما تفهم بعض الدول اللي اعلنت على اصابه كما اسكو الحيوانات يعني ولا لا هذا هو لازم حتى نكملوا نحلوا العباد احنا صحيح ليه ليه كتولي الحيوانات تعدي معناتها تولي اختير الحكي حتى الحيوانات ربي قدر الخير وان شاء الله ربي يعدي على الغسره هذيا باخف الاضرار ربي قدر الخير قدرة ربي ما فما كان الخير ربي الكلمة ذي مين إن شاء الله هو قدرة ربي شنو مالا شنو مش هو إن شاء الله أما الكلمة ذي ما حول نسمعها ياسر والله تحت السيطرة لحل أي السيطرة قلت لك والله العظيم لفما وضعها تحت لفما سمعت به دونك اللي نحب نقوله فما حل وحيد تاول فما لدوية لحد شيء إنه كل واحد يلتزم البافيت متاعكم وتباعد الجسد دي باش نحميه روحنا للماكسيموم حتى لين يحلها ربي وكهو بالحق فما حالات راهو سيتواسيون تحط فيها في العالم وانا نحكي بجد يتحط فيها العالم الكل ما تقول على ربي ما تفهمش حلول اخرى العلم وربي
زوز هذوما بيجيهم بيجيهم الحلو ربي والعالم جوستمون بيان سور. دونك ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله نخرجوا منها بخف الاضرار في تونس ان شاء الله يا رب. الجمعه اليوم مين صحيت وقيت نتاعك باش تبدا دوك انت صحيح من غلط اليوم.